نسرجي البطاطا. انا الكاميون منا ونصرف عليه الشيفور المازوت الفريات الدنيا كاع منا هكذا. انا الكاميون بيروح الواتساب ويجي نصرف عليه 6 ملايين هكذا. ومن بعد نجي انا البطاطا تحطها المول الكارو يزيد يقرا لك 10% 10% يسمها يزيد دي 6 وحده اخرى. شحال راح تصورتها في البطاطا هذه؟ والبطاطا انا هذيك ما نقدرش نكون نخدم كل يوم فاياج، ما تكونش كاينه كونتيتي، يكون ولي تحكر فياج في 3 ايام باهي خلاص ومن تولي تحكر في البطاطا. دوك هكذا هكذا تكون بطاطا كاينه بالك الاسوان تهبط. هنا كي يكون 100 كاميو كل يوم داخله خارجه صافي الانتاج راه كاين، كل يوم كاين الانتاج كاين دائما موفره. السومه تولي هابطه ولا تسطالي السومه، بصح في الكارو يشد لك البطاطا هو ما يستفاد وانت ما تستفاد. وهذا الشيء اللي خلاك انت توقف عليه؟ هذا الشيء اللي خلاني نوقف مع كاميويا بالك هكذا مع كاميو ما نعرف نلقى الفايده ولا ما نلقاش. هكذا؟ ايه مع كاميو واقف مع كاميو ما نعرف نلقى الفايده ولا ما نلقاش. خاطرش هو تجيب له الكارو الصباح تجيب له الكارطة بيجي بتاع 9 ولا على 10. انا راني نبات حي، راني الكاميو يلحق على 12 من 12 تاع الليل وانا معاه وانا نبيع هكذا. هو يجي على 10 على 9 على 8 يجي على 6 تاع الصباح يصلي ويجي ما يوقفلكش. ما اسالتك كيما وقفت مع رزقك، هو تباعت ولا ما تباعت تزرق ولا تلحم على بالوش بها كاع. زعما قالك وقف على معستك صحيت هو عليها نورمال، هو ليسونسيال هو تنباع ولا ما تنباعش. اللي ما تنباعش يحطها جوتي وخلاص، والاخرى اللي نباعت ينحي الكوميسيون تاعو. المهم في الاخر زواليسنا ياكل كاين خير كبير، ياكل كاين الخير كاين الخير كاين الخير كاين كاين. والسلعه اللي راهي تجي من الفلاح للمستهلك، من الفلاح للمستهلك، من الفلاح للتاجر للمستهلك. وهذا هذا التاجر راه يدي حاجه قليله راه يوكل في الزوالي. سما اذا راهم يديروا حاجه باللي الزوالي مش ياكل البطاطا هكذا اللي عادي سوالي يعطوها للكار ما ياكلش. كي يصرى لها كيما تشينا يشوفها غير في التلفزيون ما ياكلهاش. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.